السلام عليكم اعزائي متابعين قناه ربحك. عندنا لاول مره تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهارده يا شباب هنعمل اثبات سحب جديد لموقع السفن. الموقع ده يا شباب من افضل المواقع اللي اشتغلنا عليها. افضل حاجه فيه ان الموقع اديله 15 يوم ما حصلش فيه اي تغيرات. الموقع اول ما بيسجل فيه بيديك السفينه دي هديه وبيحط لك 10 سنت في رصيد السحب. وفتح السحب يا شباب باتنين روبل، تمام يا شباب. طبعا لو انت حابب ان انت تزود ارباحك في الموقع، انا عن نفسي اشتريت السفينة اللي هي ب 5000 دي، واشتريت 4 سفن من ديت. الموقع فيه مكافأة يومية طبعا، دي ب 50 روبل ودي ب 100 روبل، وكل واحدة ليها سعر اعلى كل ما يكون ارباحها اكتر. افضل حاجة يا شباب في الاستثمار المواقع ديت ان انت بتشتري السفن وهي بتفضل تنتج لك في ارباح، غير المواقع التانية اللي بتحط 50% وبص تلاقي يوم وينصب ويوم وينصب، لا الموقع ده بيستمر فترة طويلة. دي احصائية الموقع يا شباب. الموقع ده له 15 يوم. طريقة التسجيل في الموقع يا شباب من هنا بنحط الاسم والايميل والباسورد وعادة الباسورد وحفظة البير، عنوان محفظة البير، وبنعلم على الشروط وبننقل الارقام دي هنا وبنعمل تسجيل يا شباب. كده بقى لنا حساب في الموقع. هنيجي من هنا الدخول يا شباب، بنحط الايميل والباسورد ونعمل تسجيل دخول. دي واجهة الموقع يا شباب من الداخل، دي الصفحة بتاعتنا. طبعا لما بنيجي نخش اهو من هنا كده هتلاقي ليا انا 4 سفن هنا، وعندي سفينة واحدة هنا، ودي ارباحي بجمع من هنا. بدوس هنا كده بعد ما بشتري، بخش كل اي وقت اخش الموقع، اهم حاجة يكون عدى 10 دقايق، واقدر اجمع ارباحي من السفينة دي والـ4 سفن كده، وانزل هنا ابيع الانتاج اللي انا جمعته. هننزل تحت كده يا شباب هتلاقي عندي هنا 16 روبل و72 سنت، وهنعمل اثبات سحب حالا دلوقتي بس بعد ما نشرح الموقع. بعد كده يا شباب قلنا هنا الشراء وهنا الجمع وهنا البيع، وهنا آلة حاسبة تحسب لك ارباحك قد ايه اللي انت حطيته في الموقع او السفن اللي هتشتريها ارباحها قد ايه. وهنا في مسابقة احالات لسه منتهية قريب، والموقع بيجددها كل فترة. وهنا الاحالات يا شباب، رابط الاحالة من هنا اهو يا شباب، رابط الاحالة اهو. بعد كده يا شباب ننزل تحت كده هنلاقي هنا مكافأة يومية حصلنا عليها اهو يا شباب زي ما انتم شايفين. واطبعوا على المسابقه، على المكافاه دي يا شباب عشان تقدروا تشتروا عدد سفن اكبر. وهنا دي البنوك اللي بيدعمها الموقع. وهنا لو انت هتودع في الموقع بتيجي من الاعدادات، بتيجي من هنا، يا اما تودع من زياده الرصيد من هنا، يا اما تدوس عليه عدد الشراء. تاني خانه من هنا اهي، تدوس عليها عند الشراء هيفتح معاك الخانه ديت. هتحط المبلغ اللي انت عايز تودعه وتحول للبير. وفي ميزه كويسه انك انت لو اودعت اول وديعة ليك بتاخد 50% ربح. يعني لو حطيت 100 روبل هتحسب لك 150، حطيت 1000 روبل هتحسب لك 1500، 10 روبل 15 روبل. دي ميزه كويسه في الموقع يا شباب برضو. هنيجي يا شباب بقى السحب من هنا. طبعا انا فاتح السحب قبل كده وعامل له كذا اثبات سحب زي ما انتم شايفين كده. هننزل تحت، كل دي اثباتات سحب يا شباب ليا من الموقع. تمام، انا قلت هنا عندي كام 7 10 روبل و67 سنت، 7 روبل 10 روبل و67 سنت، هو كده المبلغ مظبوط يا شباب. هنعمل طلب سحب، هنخش على البير الاول. اخر حاجة عندنا 5 روبل زي ما انتم شايفين و50 سنت. اهو يا شباب كده السحب تم زي ما انتم شايفين. هننزل تحت كده اهو، والرصيد اتصفر من تحت، وهنطلع على البير ونعمل ريفرش. اهو يا شباب كده الرصيد وصل والسحب تم. وبكده يا شباب انصحكم بالموقع ده، موقع ممتاز جدا. وموقع اهم حاجه ان هو ما حصلش فيه اي تغيرات من ساعه ما بدا الموقع، وهو بيحط 2 روبل في رصيد السحب، وبتاخد سفينه مجانا اول ما بسجل ب 10 روبل،
و50% على رصيد الايداع اللي انت بتحطه. يعني الاتنين روبل دوت انا من رايي اللي حابب ان هو يشتغل على الموقع بدل ما يحط 2 روبل في الاول، لا يشوف هو يقدر يستثمر قد ايه ويحطهم عشان ياخد 50% الارباح اللي يقدر يشتري بيها سفن اكتر. وبكده اكون انتهيت من الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو اخر ان شاء الله.